المشكل ديالي هي رجليني يلعني بيها. اذا بغيت نقول لك اللي يمكننا نقولوا شنو هو السبب ديالك، كيفاش تواجدتي في هذه البلاصه وعلاش ما بقيتيش في دارك؟ تناقش مع معلم الدار هذاك الشيء، خرجت نناقش معهم وخرج انا ما جارين عليا ما والو. واش عندك شي وليدات؟ عندك شي مرا؟ عندي بنت. عندي بنت. عندك بنيه وحده؟ ومن اللي خرجتي الشارع وسولوا في كاد العائله ولا لا؟ والو ما كاينش. ممكن استاذ بغيناك تحكي لنا المعاناه ديالك استاذ مع هذا المرض وهذا الشيء اللي كتحس به الحاله اللي انت فيها دابا. قول اخويا قول. قول. ما عرفتش شنو الشيء اللي كتحس به. حس به رجلي اللي محلبه. وري لك وري. رجلي اللي محلبه. دابا حنا استاذ ديما شفنا الحاله ديال رجلك، وين كيف ما قلت لك علاش ما واش العائله ديالك ما طلوش عليك ما عطا ما داروش حتى غير شي مجهود باش يجيو يشوفوك؟ والو. يعني البنت ديالك ما البنت ديالك شحال عندها من عام؟ طالع في 17. 17 عام. وكدوز ملي كيما حتى انت كيما تنشوفوا ان المكان ديالك هو الجوطية، يعني الساحل كيما نقولوا ولاد مدينه المحمديه كلهم تيجيو لهذ المنطقه وكلهم كيجيو لهذ البلاصه، يعني واش ما سبقتش لهم جاو ولو غير دوز من حداك تشوفوك وتقول حق هذا الاب ديالي اللي ولدني؟ ما كيدوزوش من هنا كاع نهائيا. ما كيدوزوش؟ واش هما ما كيدوزوش ولا حتى انت كاين في هذ البلاصه؟ هما ما كيدوزوش من هنا، عمرني ما شفتهم هنا جيجيه. واش سبق لهم اتصلوا بيك؟ والو ما كاينش. والزوجه ديالك واش سبق لك تلاقيتي معاها ولا سبق لك غير زوجتك الحاله ديالك؟ تلاقيت معاها خطره وحده. شنو قالت لك؟ شنو كان؟ انا خارج من الدار وديت من حياتها السلام ما قالت لي. انا هي ولا الدري. يعني شي الابنه ديالك شافتك بحال ما تسوقاتش؟ هذا هي امه. وبالنسبه استاذ للحاله ديال رجلك، واش قبل ما تخرج من دارك كنتي مريض ولا تخرجتي من الدار؟ يعني المشاكل ديال الزنقه، البروده، التعنيف وبزاف الحوايج اللي تيطراو في الزنقه، واش هما السبب اللي خلاو رجلك بحال هكا ولا غير الدار ولا من الدار انت ديجا كنتي مريض؟ ملي كنت في الدار انا مريض. ملي كنتي وملي كنتي في الدار واش حاولت العائله ديالك تمشي ديك الطبيب ولا شي حاجه؟ مشيت انا للطبيب. ناس بيبا ناس شهروا 17 يوم. يعني الرجل. الى طبيب مشيتي مولاي عبد الله ولا فين؟ سبيطار مولاي عبد الله. وكيفاش كانت المعامله ديال هذوك الناس؟ واش تعاملوا معاك مزيان؟ يعني كما تنقولوا كرموا الضيافه ديالك، يعني تهلاو فيك شنو؟ دوزوا معايا مزيان، دوزوا معايا مزيان، ما هي ما كاينش العنايه اللي باغي انت ما كاينش. العنايه اللي باغي انت ما كاينش. يعني ملي مشيتي داووك على رجلك؟ داكو داووا لي رجلي ما تبقاش بحال مو. يعني مشيتي كيف ما بحال نقولوا كيما بضاعتنا ردت الينا، كيف ما مشيتي كيف ما بقيتي؟ صافي بقيت. وشحال ديال المده امتى اخر مره باش مشيتي داويتي؟ ملي خرجت من السبيطار ما بقيتش مشيت عندي. ملي شحال ديال المده باش مشيتي اخر تقريبا شحال ديال المده؟ قبل كورونا. قبل كورونا هذيك هي اخر مره مشيتي تما. وشنو كانت رده الفعل ديالهم ملي شافوا هذه الحاله هذه وملي يعني شنو كيفاش تعاملوا معاك ملي مشيتي؟ بغيت ملي مشيتي للسبيطار ملي مشيتي للمستشفى مولاي عبد الله دخلتي قدام الباب كيفاش تعاملوا معاك ملي شافوا الحاله ديال رجلك؟ خصوصا انك في حاله يرثى لها. لا تعاملوا معايا مزيان. عطاوك الدواء، عطاوك كل شيء. الدواء عطاو لي من عندهم وكل شيء من عندهم. وبالنسبه نرجعوا للعائله ديالك مره اخرى، بالنسبه للعائله ديالك واش فكر ولو غير مره واحده هزوا التليفون واتصلوا بك غير يشوفوا الحاله ديالك ولا غير يشوفوا غير كيف داير؟ وبالخصوص انهم عارفينك انك مصاب بداء السكري وعندك امراض اخرى. لا والو ما كاينش. يعني عمرهم ما سولوا فيك واخا عارفينك انك مريض. وسبق بقينا الخير في هذا الراجل هذا اللي مخليني ناشي. خير في الله وخير في الله وخير في الله. واش فايت لك استاذ؟ واش فايت لك حاولتي غير تعقد صلح مع العائله ديالك وتصالح مع العائله ديالك وتمشي غير تلقى معاهم حل؟ لا والو. كيجريو عليك كيجريو عليك. وتقول كيطردوا من المحل. انا ملي كي صافي. اذا ناخذ الكلمه ديال الصديق. اذا كان ممكن ناخذ الميكرو استاذ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم ديالي الركبي محمد المزداد بالعالية، حارس ليلي في هذا المكان هذا. ولما كنشوف هذا الأخ هذا في حالة يرثى لها، في حالة صعبة وواحد الحالة ما يعني كتفكر في القلب، كنشوف الرجل ديالو مسكين مكربص، وكنعرف الأهل ديالو وكنعرف شنو البنت ديالو، لأنه لما كان كيجينا حنا كنا كنبيعوا التليفونات قبل ما نكون حارس ليلي كان كيبحث لي على يعني على
التليفون العين المخيرين لبس عين المخير احنا شفنا بام العين ديالنا هاد السيد هذا كان نهار اللي فلان وتفاجئنا ملي كنشوفوه هنا كيجي كينعس مره مره ما لا مأوى ما عندوش فين الا الله سبحانه وتعالى وكما قال الاخ انا راه ما نقدرش نطردو من هذا من هذا المكان هذا لان ما عندوش شي مأوى غيمشي ينعس فيه ولا شي بيت ولا عنده فلوس باش غيكل ما عندوش مسكين راه مهما كان ولو يجيو السلطات يجيو اللي بغى يجي غادي نقول له الاخ راه ما عندوش مسكين فين غادي يمشي راه ولو يكون مهما كان انا مضحي مع السيد هذا ولكن كلشي من فضل الله سبحانه وتعالى ما غنقولش نضحي معاه لا وانما انا لا حول ولا قوه لي الا يبات مسكين هنايا وراح ما كنعتقوش حتى بالعشاء هو يقول لي عاد بحالي بحاله ولكن هو في حاله يرثى لها وخاصه العنايه وكنطلب من الله سبحانه وتعالى ومن المحسنين يا ايها المحسنين شوفوا رأفوا بهذا السيد هذا راه رجلو راه مابقى الا تبتر مابقى له مسكين والو والله العلي العظيم اليوم ما كينوض بالليل جوج ليل ثلاث الليل كيف غادي يخرج الى بيت الخلاء والله الا كيقطع قلبي وحق الله الا كان كيف بعض المرات كنبكي بلا ما نبين ليه وحتى دابا راه قلبي عاد بيع الله بلا السيد هذا راه ولد البلاد ولد مدينه المحمديه عريقه وتو عريق ولد البلاد راه شحال العمر ديالك؟ 49 عنده 49 عام ولا عندي 56 راه كنعرفو ملي كان طفل وهو في حاله يرثى لها كنطلب من المحسنين الله يجزيكم بخير الله يجزيكم بخير الا ما تقتوش جيو لعين المكان حدا مسجد مالي وسولوا على الحارس ليلي اللي هو انا الركبي محمد ونوريكم هاد الحاله هادي وقوموا يعني داكشي اللي غديروه ما تعيطوش لينا حنا ولا الصحافه ولا لا جيو عندو مباشره باذن الله تعالى وجزاكم الله خير هذا هو اللي غنقول لكم هاد السيد انا راه نحتاج ليكم نتوما من بعد الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم وكنشكر الاخ اذا السي الركبي بغيتك ما كرهتكش انك توضح ليا من اول نهار جم لي الله اول نهار شفتيه ما بغينا الحاله اللي كان فيها الحاله الاولى جا ما مشي بهكا يعني جا شويه صحيح ومره مره علاش كيبات هنا الزوجه ديالو انا اقول كنقولها وما يعني ما حشمان حتى شي واحد ما كنخبط شي واحد الزوجه ديالو اللي كطردو لانه هو فقير الحاله لانه كيدير غير كروسه وكيبوع بهذا اللفظ سامحوني بهذا اللفظ اللي قلت له كيبوع مسكين في لابوبيل وكيجيب البياس داكشي اللي كيلقى كيبيعو ولكن لما زاد عليه الحال ومرض طريده من المنزل صافي جاو عليه وبالنسبه للاستاذ بالنسبه لي كما تنقولوا هذه الحاله يعني قلتي ملي جا هنايا ونبقى لاقي لا ما ياكل ولا يشرب موت والو لا ماشي كنشوف كيدير سي باقي عايش لدابا ملي كيستمد القوت اليومي ديالو غير الناس مساكين كيجيبوا في الكرسي المتحرك كيرعفوا عليهم ولا درهم ولا 10 ولا 20 وكيمشي مسكين والله العظيم الا كياخذ غير الحوت وكيمشي للخلاء فين كاين في كيبيع شو دايرين واحد المكان يعني فيه الزباله وفي النفايات وكيبان ليا كيشوي ويدير واحد الشويه تما وكيدير العواد وكيشوي كيقطع ليا قلبي اقسم بالله وكاين ما انا ما عنديش ليه الجهد انا كنطلب الناس اللي ميسر عليهم الله سبحانه وتعالى باش يروحوا في هذا السيد هذا هذه هي الكلمه اللي غنقول لكم دخل لكم وجه الله اي المحسنين لو جاء الله رأفوا بالسيد هذا هو اللي غنقول لكم رأفوا بالسيد رأفوا بالسيد اذا نعطيو الاستاذ كلمه اخيره هاك اخويا بين الله يعوض بصحه ديالو يطلب ليه الصحه يعني انت ما طالب والو طالب غير الدواء فقط يقول لك يقول لكم اللي عاوني لهنا يحطي لي صحته صحته انا بغيت ليه الصحه امين امين الصحه اللي بغيت الصحه كلشي كيفوت غير كينزل والاسمر كيهزم الصحه اللي بغيت الصحه للسيد هذا ويجي لعين المكان ويجي عدو بيدو ووديه هو للسبيطار ويداويه الله يجازيه بخير وانا راه قلبي عن بي الله